السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده في القناه ديالنا. اليوم الوصفه غتكونوا عرفتوا شنو هي من هاد لابواط لانش بوكس. بمناسبه الدخول المدرسي طبيعه الحال كنبغيو نوجدوا لوليداتنا اغذيه واكلات متنوعه باش تفيدهم وتعاونهم على اليوم الدراسي. دونك اليوم غادي نوجدوا في لانش بوكس جوج ديال الوصفات ساهلين وبساط. الاولى هي لي غاليت ديال الخضره اللي غنوجدوها بزاف ديال الخضره متنوعه، والثانيه هما لي بروشيت ديال الدجاج ولا صدر ديال الدجاج. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبداو بلي بروشيت. لي بروشيت غنحتاجو صدر ديال الدجاج، المقادير ولا الكميه كتبقى اختياريه. مقطع، غادي نحتاجو ملحه، البزار، غادي نحتاج شويه ديال عصير الحامض، غادي نحتاج لاصوص صوجا واحد جوج معالق كبار، معلقه كبيره ديال العسل، حرك مزيان، شويه ديال لابودغ ديال الثومه ولا دريس واحد ديال الثومه. كنعرفوا ان الدراري الصغار ما كيبغيوش لي غوفو ولا المذاقات اللي كيكونوا مجهدين بزاف. من بعد ما درنا الدجاج في لاماريناد غادي نحتفظوا به في الثلاجه تقريبا واحد ساعه ديال المكانه، كل ما بقى كل ما كيجي زوين وفتي. وغادي ندوزوا لي غاليت ديال الخضره. بالنسبه للوصفه الثانيه ولا هي لي غاليت ديال الخضر اللي بيان سي غادي يرافقوا لينا لي بروشيت ديال الدجاج اللي درنا. غادي نحتاجو بطاطا محكوكه، تقدروا ديروا سوا بطاطا حلوه ولا بطاطا عاديه، بجوجهم كيجيو مزيانين. خيزو محكوك حتى هو وحده، قرعه خضره محكوكه، بصله محكوكه صفيناها من الماء مزيان باش ما تطلقش لينا الماء لي غاليت. وغادي ندوزو لا سيزونمون ولا التوابل، شويه ديال لابودغ ديال الثومه ولا ثومه محكوكه اللي تواجد عندكم في الدار، ملحه، البزار، فرماج محكوك، ومعلقة ديال الطحين العادي ولا الطحين بالرز اللي عندكم متواجد، معلقة كبيرة. وباش نجمعوا لي غاليت ديالنا غادي نحتاجو من بيضات الجوج على حسب الكميه ديال الخضره اللي استعملتو. دونك انا غادي نخلط وغادي نشوف الى تجمعات، هي هذيك ما تجمعاتش غنزيد بيض اخر، ولكن غالبا كنحتاجو جوج بيضات غالبا. خلطو مزيان باش الخضره تتجانس مع بعضياتها. دونك على حسب الكميه ديال الخضره اللي استعملت، بيضه وحده كفات وجمعت لي الخليط. دابا غادي ندوز غادي نشكل كويرات صغار بحال الخبيزات اللي غادي ندوز نقليهم في المقله. دابا غادي ناخذ دي كونتيتي صغار وغادي ندير بحال الخبيزات صغيره اللي غنطيب في المقله. المقله بطبيعه الحال تكون ما كتلصقش بحال هكا. غادي نهز الكاليط وغادي نحط، على عافيه مهيله باش الخضره تطيب لينا حتى من الداخل، ما تحرقش من برا وتبقى الخضره لداخل ما طيباش.
غنتسناوها طيب ومن بعد نقلبوها الجافه، وفي نفس الوقت اللي لي غاليت ديالنا كيطيبوا فيه غادي نشعل على المقله الاخرى اللي غنطيب فيها لي بغوشيت ولا لي ميني بغوشيت. الدجاج اللي رقدنا من قبل درتو في لي كوردون بحال هكذا، وغادي نشعل المقله ندير فيها شويه ديال الزبده. دوب فيها غادي نحمر لي بغوشيت ديالي. شويه ديال الزيت باش ما تحرقش ليا الزبده، خليها تسخن مزيان ومن بعد غادي نطيب فيها لي بغوشيت. غنرمي دابا لي بغوشيت، نحركهم مره مره ونخليهم يطيبوا في الزبده. لي بغوشيت ديالي ها هما تحمروا طابوا، لي غاليت حتى هما قربوا يطيبوا. غنوريكم واحد شويه الشكل النهائي ديال لانش بوكس ديالنا اللي غيدي وليداتنا للمدرسه. لانش بوكس ديالنا ها هو وجد. لي غاليت كيف ما شفتم بعد ما طابوا زينتهم بشويه ديال الفرماج محكوك باش نعطيوهم لونفي ديال الماكله. لي بغوشيت حتى هما من بعد ما تحمروا شويه ديال الزنجلان، كنعرفوا المنافع الصحيه ديال الزنجلان وهذه فرصه بانهم يتناولوه. شويه ديال الروز، شويه ديال الخيار، لاصالاد كتبقى اختياريه لكل واحد، وطبيعه الحال ان جول يكون ناتوريل، عصير طبيعي. ونخلي وليداتنا يديو معاهم اكل صحي وزوين لمدرستهم. بقاو على خير، نتلاقاو في الفرصه المقبله ان شاء الله. شويه ديال لابودغ ديال الثومه ولا دريس واحد ديال الثومه. كنعرفوا ان الدراري الصغار ما كيبغيوش لي غوفور ولا المذاقات اللي كيكونوا مجهدين بزاف. جاو لينا.